الحقيقة هذه ما كان معناتها النتيجة ما كانتش منتظرة، كنا نتصوروا معناها المنتخب كي أنا معناها في طريق مفتوح. بسوء الحظ معناها أن المدرب اختار الاختيارات هذيا اللي ما كانتش في مستوى الحدث. بالنسبة للهجوم ما كانش فما تكامل وانسجام بين معناتها اللاعبين اللي اختارهم، فهمت؟ كنا نتوقعوا الحقيقة نتاع ربي أنه يكون اختيار نتاع الفريق متوازن اكثر من معناها يكون تفكير هجومي. بالنسبه للفريق، فريق الاداء نتاعو كان غير متوقع بتاتا، وما عنده حتى حظ، حتى طرف حظ للترشح. حظوظ المنتخب التونسي حظوظ ضئيله خاصه بعد المباراه هذه. ونقول لك انا زاد اللي ماليبيا معناها ماهيش هذاك ليكيب معناها القويه، ليكيب ضعيفه، كنا نربحوها بسهوله. بالنسبه للستاف نتاع المنتخب التونسي عمل الغلطه الكبيره اللي ما دخلش معناها في الدقيقه 70 سوى بسام السرافي، وما عملش معناها خطه تكتيكيه اللي تمشي مع الفريق. منتخب تونس اداء كارثي جدا، ما شفنا شيء. نقطه ضعف المنتخب التونسي هو معناها وسط الميدان، فشل ذريع في وسط الميدان. معناها نلوم على المدرب المنتخب الوطني في التحضيرات في المقابلات الوديه يلعب بفريق ونشوفوه في المقابله الرسميه يلعب بفريق اخر. ما هوش لازم انك معناها يلزم يلعب السخيري. الصخيري زاد معناها ما ثم حتى مردود معناها نتاع ما ريت شيء، ما ريتش حتى ايجابيات، ما ثماش كيف نقولوا احنا معناها الحلول عنده معناها انيس بن سليمان. انيس بن سليمان ما لعبش معناها في المباريات الوديه، كيفاش نلقاوها اليوم معناها في الوسط الميدان ولا معناها اساسي؟ مردود مخيب للامال. نحن تكلمنا كمتفرجين ومشجعين للمنتخب التونسي، طالبنا بمدرسة جديدة في التدريب، مدرسة تونسية أظهرت الفشل. هذوما مدربين اختصاصهم اللي يلعب على الجهة اليمنى يهزوه لليسرى واليسرى لليمنى.